ليست اليوم ناقلة للخبر، بل هي الخبر ذاته الذي يكشف وحشية المحتل الصهيوني عندما تفضحه كلمة وعدسة كاميرا الصحفي شيرين أبو عقلة، ولأجلها أقام تجمع الإعلاميين الفلسطينيين في تركيا وقفة أمام قنصلية الاحتلال في اسطنبول استنكاراً لجريمة اغتيالها في مدينة جنين. يدين تجمع الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين في تركيا جريمة اغتيال الزميلة الصحفية شيرين أبو عقلة مراسلة قناة الجزيرة على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين بالضفة الغربية أثناء تأدية واجبها المهني. كما يؤكد التجمع أن جريمة الاحتلال التي استهدفت الزميلة أبو عاقلة هو عمل مقصود ومدبر، الأمر الذي يستدعي تحركا واضحا لحماية الزملاء الصحفيين من استمرار التحريض والقتل التي يمارسها الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني. دورها الإعلامي الرائد في تجسيد واقع القدس على مدى 25 عاما جعلها هدفا مستمرا لجيش الاحتلال إلى أن اغتالها بشكل متعمد. شيرين أبو عقلة'nin öldürmesine ve öldürmesi için ateş açmıştır. قتلوها في بدم بارد بنيران قناصة إسرائيلية ومنعوا وصول الإسعافات إليها، منعوا وصول زملائها إليها بشكل مقصود حتى يضمنوا إخفاء صوت شيرين أبو عقلة، حتى يضمنوا قتل شيرين أبو عقلة التي آذتهم بنقلها للحقيقة وبكشفها للوقائع التي تجري في الأقصى وفي القدس وفي رام الله وفي كل مناطق فلسطين. خوف المحتل من صوت الحقيقة يعبر بكل وضوح عن كيانه الهش الذي يرعبه الخبر الصادق. كانت أكثر توازناً وموضوعية من صحفييهم، صحفيي الاحتلال الذين يروجون الذين يشوهون الحقيقة ويروجون للتضليل. على الصعيد الوطني كانت وسيلة ناجعة في شرح معاناة شعبها وفضح حقيقة الاحتلال، وهذا ما جعلها هدفا لقوات الاحتلال. الاحتلال الإسرائيلي، الاحتلال الصهيوني مجرم فاشي، يسعى دائما إلى كتم صوت الحقيقة ويعتقد بأنه إذا استهدف الصحفيين والأحرار العالم الكلمة ستتوقف، لكن الكلمة ستستمر، كشف جرائم الاحتلال الصهيوني ستستمر. رحلت شيرين إلا أن صدى صوتها ما زال باقيا في فضاء القدس يرتقب فجر خلاصها من الاحتلال.